لم تعد الصورة الذهنية عن السجون كما هي الحال في الأفلام السينمائية بأنها معتقل لتعذيب النزلاء والقسوة عليهم، بل هي إصلاحية لإنقاذ المخطئين بحق مجتمعهم وحياتهم من التمادي وإعادتهم للطريق الصحيح عبر برامج تأهيلية. تم تأهيل المشرفين والقائمين على البيت العائلي في برامج تدريبية فندقية تقدم الخدمة الراقية للنزيل. البيت العائلي في الإصلاحية أحد هذه البرامج الإنسانية التي بادرت بها المديرية العامة للسجون السعودية بهدف ربط النزيل بأسرته لتكون حافزا في إصلاحه وعودته عنصرا فاعلا في المجتمع. وقت ما أخرج من العنبر صراحة وأوصل بيت العائلة كأني رايح حقيقة، يعني لشاليه معين أو استراحة معينة، يعني بطلع كأنه معايا موعد مع أسرتي، بنطلع عارف عشاء معين أو كابينة معينة عارف أو استراحة معينة. حسيت وكأني في بيتي، ما كأننا في السجن، ولا يوجد أي شيء أو أي سلبيات إننا أقول هذا الشيء غلط. يشهد الله أن ما أقول الشيء الذي لمست عشرته. أجنحة فندقية بخصوصية تامة أعدها مهندسون من الضباط السعوديين داخل الإصلاحيات لجميع النزلاء موقوفين ومحكومين من جميع الجنسيات، لتصبح المملكة الأولى عالميا في تقديم هذا البرنامج. عندنا النزيلات أو زوارهم اللي هم ذوي النزيل يقدموا إلينا عن طريق خط منفصل بواسطة طريق خاص لهم، بحيث ما يشعروا بأي حرج ويكون في خصوصية كاملة لهم في عملية الوصول لليوم العائلي. أصبح في رفع حرج للمرأة الزائرة اللي هي زوجة النزيل في كثير من الأمور. أولها ما تتعامل مع الرجل، أصبحت تتعامل مرأة لمرأة، بالتالي أستطيع تفهم ظروفها الاجتماعية اللي هي احتياجاتها واحتياج أسرتها. وترى الداخلية السعودية أن البيت العائلي أحد عوامل حفظ حقوق السجين، وأن عقاب المخطئين لا يحرمهم من التعامل الإنساني. سعود الخلف، العربية، جدة.